وكعادتنا نبدأ دايما بنبدأ معاكم أخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عودة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن أمس بعد المشاركة في القمة الأفريقية الروسية الثانية اللي انعقدت بمدينة سان بيترسبورغ في روسيا الاتحادية. أيضا القوات البحرية نظمت زيارة لعدد من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب. أيضا أكاديمية الشرطة نظمت دورة تدريبية في مجال الكشف عن الوثائق المزورة. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة الإفريقية الروسية الثانية اللي انعقدت بمدينة سان بطرسبرغ في روسيا الاتحادية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات البحرية نظمت زيارة لعدد من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للمصريات في الخارج، وده بقاعدة الإسكندرية البحرية، في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع كافة المؤسسات الوطنية ونشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع المصري. تضمنت الزيارة عرض تقديمي لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها في حماية المياه الإقليمية والمصالح الاقتصادية للدولة المصرية، فضلاً عن تفقد عدد من الوحدات البحرية منها حاملة المروحيات أنور السادات والفرقاطة العزيز ويخت المحروسة. وتم استعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة اللي شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية. امبارح نشرت وزارة الداخلية على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي إن أكاديمية الشرطة استضافت بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة دورة تدريبية في مجال الكشف عن الوثائق المزورة في سياق مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وده خلال الفترة من 23 ل 27 يوليو، واللي بينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل من الاتحاد الأوروبي للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية. امبارح نشرت وزارة الداخلية على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي إن أكاديمية الشرطة استضافت فعاليات دورتين تدريبيتين بعنوان القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاع، وتم عقدهم خلال يومي 24 و 25 يوليو بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشاركة عدد من ضباط الداخلية. استهدفت الدورة تدريب الكوادر المرشحة للمشاركة في مهام حفظ السلام وتوعيتهم بالدور الهام اللي بتلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاعات وتطبيق القانون الدولي الإنساني وأهميته في حماية المدنيين خاصة الفئات الضعيفة. خلينا دلوقتي نروح لأخبار المحافظات، وفي أسوان تم إطلاق مبادرة صحتي سر سعادتي في نصر نوبة لتوعية ضد مخاطر الإدمان، وفي دمياط تم تخصيص 33 برج إنقاذ على شواطئ رأس البر، أما في الشرقية فارتفعت نسبة توريد القمح لمواقع التخزين ل 535 ألف طن. تفاصيل أكتر وأخبار من محافظات أكتر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. فأسوان شهد مركز نصر النوبة إطلاق أولى فعاليات مبادرة صحتي سر سعادتي، واللي بتهدف لنشر الوعي ضد مخاطر الإدمان وأثاره السلبية على الشباب والأسرة والمجتمع، وده للفئة العمرية من سن 10 ل 18 سنة، بجانب عقد ندوات توعوية على مستوى المحافظة. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. في دمياط شهد مصيف راس البر إقبال كبير من الزائرين من مختلف المحافظات للاستمتاع بشواطئ المدينة، وده تزامناً مع الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة. وأكد مجلس مدينة راس البر إن فرق الإنقاذ بتعمل يومياً منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط تجهيزات خاصة بالشواطئ من خلال 33 برج إنقاذ وخمس خيم لتجميع الأطفال التائهين وأربع نقاط للإسعاف. في البحر الأحمر بيستقبل مطار مرسى علم الدولي طوال الأسبوع حوالي 27 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 135 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، بارتفاع في معدلات الوصول عن الأسابيع الماضية، وبتصل الرحلات من 11 دولة أوروبية. في القليوبية شهدت المحافظة افتتاح ملتقى التوظيف بالتنسيق مع وزارة العمل بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة. بيوفر الملتقى 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في مختلف المجالات.
في شمال سيناء استقبل مستشفى بئر العبد التخصصي 19 طبيب من 4 جامعات بيقدموا خدمات الكشف الطبي وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى من كل قرى ومدن المحافظة. في أسيوط بيتم تنفيذ أعمال تطوير الشوارع بمدينة منفلوط، وده من خلال تركيب البولدرات والأرصفة والإنترلوك تمهيداً لأعمال الرصف وإطفاء المظهر الجمالي والحضاري وتسهيل تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية. في المنوفية أكدت مديرية الصحة على انتظام فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وتقديم الخدمات الطبية بالمجان بمختلف التخصصات المتنوعة للمواطنين. وقعت الحملة الكشف على 368 ألف حالة حتى الآن بجميع التخصصات. في الشرقية أعلنت المحافظة إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة بلغت 535,936 طن و237 كيلو قمح، وده وسط تحذيرات على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها باستخدام القمح المحلي في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه.